بعد ساعات على محادثاته في جنيف مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، حط وزير الخارجية الأمريكي في الرياض لطمأنة الحلفاء الخليجيين على أن أي اتفاق مع إيران لن يضر بمصالحهم. لكن زيارة كيري لم تقتصر على النووي الإيراني، إذ حضر الملف العراقي بقوة في لقاءات الوزير الأمريكي وفي المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره السعودي سعود الفيصل. وقد جدد كيري تأكيد عراقية معركة تحرير صلاح الدين رغم إشارته إلى علمه بإدارة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني للعمليات في تكريت. رئيس الوزراء العبادي نفسه أكد أن هذه عملية تتألف من قوات عراقية وتتألف من قوة أمنية عراقية يعني كتيبة قوة أمنية من الميليشيات والقبائل، وهي جارية من أجل تحرير محافظة صلاح الدين من داعش وسيطرتها، وتترأسها القوات العراقية وهي مصممة من الطرف العراقي. الفيصل اتهم إيران بالاستيلاء على العراق وأعرب عن قلقه من التدخل الإيراني في عملية تحرير صلاح الدين، معتبرا أن هذا التدخل يعزز الطائفية في العراق. إيران تأخذ جميع البلاد وتسيطر عليها، وعملية السلم والحرب لم يعد الآن أصبحت الآن في يد إيران، وهذا هو ما يخلق حالة من عدم الاستقرار في العراق. الأزمتان اليمنية والسورية كانتا أيضا محط بحث بين الفيصل وكيري، الذي لفت إلى أن إزاحة الأسد تحتاج لضغط عسكري، متهما إياه بتدمير بلاده. وفي نهاية المطاف مزيج من الدبلوماسية وكذلك الضغط سيكون لازما من أجل أن نتوصل إلى الانتقال السياسي. الضغط على سبيل المثال ضغط عسكري من أجل حمل النظام على تغييره، وعلينا أيضا أن نعزز القدرة على التوصل إلى الحل السياسي. الفيصل من جهته أعلن رفضه الانقلاب الحوثي في اليمن، داعيا إلى اعتماد المبادرة الخليجية سبيلا لحل الأزمة اليمنية. هناك اتفاق دولي تام بالرفض المطلق للانقلاب الحوثي على الشرعية ومحاولات فرض الواقع بالقوة ورفض كل ما يترتب على هذا الانقلاب من إجراءات، بما في ذلك ما يسمى الإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية. الطرفان أجمعا أيضا على أن الأولوية اليوم هي محاربة داعش وعلى جهود التحالف لمحاربة الإرهاب.